بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فليس حديثا هنا يفترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة نتابع فيها رحلتنا مع أنبياء الله عليهم السلام، نتأمل ونتدبر ونتعظ مع ضيفنا الكريم وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا وأهلا وسهلا. حيا الله وإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بداية المشاهدين، ننوه إلى ظرف طارئ حدث بالأمس اضطررنا معه إلى إعادة حلقة ماضية، واليوم بإذن الله نعاود استئناف برنامجنا من جديد. حلقتنا اليوم عنوانا لها بالأنبياء وسنة الموت في الخلق، فالأنبياء بشر كما البشر يموتون في آخر المطاف. نبدأ شيخنا بتحرير مفردة الموت لغويا وشرعيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد أن أكرر الاعتذار للظروف الخاصة التي مرت أمس وحالت بيننا وبين أن أحبابنا وأن يروننا، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق. ثم إننا نبدأ لقاء اليوم كما عنونتم له الأنبياء وسنة الموت في الخلق. الموت حتم لازم كتبه الله جل وعلا على كل نفس، قال وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه رب كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا أمر لا خلاف فيه، لكنني سأتكلم لغويا أدبيا اصطلاحيا عن مفردة الموت. الحياة الإنسانية أيها المبارك تبدأ بنفخ روح في بدن، حال كون البدن جنينا في بطن أمه. ما الموت؟ انقطاع الصلة ما بين الروح ما بين البدن، وإلا الروح نفسها لا تموت. إنما الموت في تعريفه هو أن الاتصال ما بين الروح ما بين البدن ينقطع انقطاعا كليا. فإذا انقطع الاتصال ما بين الروح وما بين البدن انقطاعا كليا، هذا هو الموت. فيصبح الميت بين يدي غاسله يقلبه كيفما يشاء. وقد حكم أحكم الحاكمين جل جلاله على أنه قضى على عباده جميعا أن يموتوا: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي هذا إظهار لتفرده جل وعلا بالكمال المطلق تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا الموت لم يختلف عليه أحد من أهل العقل، لأنه أمر مشاهد منظور إليه، وقد قيل إن الواقع أعظم الشهود. فلا أحد يماري أنه لا موت، لكن المراء ما بين الرسل وأممهم كان في البعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وإلا قريش وغيرها من الأمم قبلها لم يكن يحاجون في أنه لا موت، لأنهم يرون هذا، هم يدفنون موتاهم ويرثونهم. لكنهم المجادلة كانت في قضية البعث والنشور وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. الحديث عن الموت حديث مستفيض، لكن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا الموت والحياة كلاهما مخلوق لله جل وعلا، لكن من حيث النظر الصحيح الموت يظهر فيه أعظم ما يظهر أثر القدرة، والحياة أثر اللطف. أعيد: الموت فيه أثر القدرة أثر القهر، وأما الحياة فيها أثر اللطف. فلما كان في الموت أثر القهر قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز، ليناسب القهر. ولما ذكر الحياة وقلنا وهي من مظاهر اللطف قال: الغفور، ليناسب اسم الغفور مظاهر اللطف. قدم الله جل وعلا الموت على الحياة، هو الذي خلق الموت والحياة. لما قدم الله الموت على الحياة؟ ذكر أهل العلم أسبابا عديدة، منها أن الإنسان أصلا كان عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا واحد. الأمر الثاني أن في تقديم الموت قهر للعباد، أن في تقديم الموت إظهارا لقدرة الله جل وعلا، وفي ذلك قهر للعباد. الأمر الثالث أن الله جل وعلا خلق الحياة حتى نعمل،
وخلق الموت ليكون ما بعد الموت ثوابا على ذلك، على ذلكم العمل، فقدم الموت لأن المعنى يتضح، كما حررنا سفيه في مدارك التأويل أن الإنسان إذا جعل الموت نصب عينيه كان أقدر على العمل. أن أعظم دافع وباعث على الطاعة أن يجعل الإنسان الموت بين عينيه، ولذلك أبعد الناس عن الطاعات من غفل عن الموت. لكن لما قال الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، عرفنا أن أعظم ما يدفع إلى العمل هو شعور المرء بأنه سيرجع إلى الله، ولن يرجع إلى الله حتى يموت، ثم يكون هناك بعث ونشور. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. هذا الموت وهو مخلوق جاء في الأثر الصحيح أنه ينادي مناد يوم القيامة يا أهل الجنة، ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح، معنى أنه يخالطه بياض وسواد، إلا أن البياض أكثر، فيشرئبون يعني ينظرون، يعني يرفعون أعناقهم نظرا للمنادي، فيشرئبون ينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم يراه. ثم ينادي نفس المنادي يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون، فيقال لهم كما قيل لغيرهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فينظرون فيذبح الذي هو الموت حقيقة الموت، وينادي مناد يا أهل الجنة أن خلود فلا موت، ويا أهل النار أن خلود فلا موت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال وإنما يؤتى بالموت على هيئة تمثال ويذبح لأنه لا سبيل للموت على أهل الآخرة، فأهل الآخرة سواء كانوا من أهل الجنة أو من أهل النار لا سبيل للموت عليهم، فالله لم يحكم على أهل الآخرة لا من أهل الجنة ولا من أهل النار بالموت، فلما لم يقدر جل وعلا على أهل الآخرة بالموت كان بدهيا منطقيا عقليا نقليا كما هو ثابت يذبح الموت ولا حاجة له. وهذا الموت يكون بعده القبر، والله جل وعلا يقول ثم أماته فأقبره. الموت نفسه لما جعله الله جل وعلا نهاية رآه الناس، فأذل الله جل وعلا به كل أحد، قالوا أذل الله به عنفوان الأكاسرة وجبروت القياصرة، أذل به الفقراء والأغنياء ولم يستثن منه أحدا، وفي الحديث والجن والإنس يموتون، وتفرد جل وعلا وتبارك اسمه بالبقاء. سماه الله جل وعلا في القرآن مصيبة، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة موت تحبسونهما من بعد الصلاة إلى آخر الآية، والمقصود سماه الله جل وعلا مصيبة. وينجم عنه أمور عدة، فالزوجة تعتد ثم تتزوج، والمال يقسم، والجسد يوارى ويدفن، إلى غير ذلك من أمور لا تخفى، سيأتي في الحديث عن حياة الأنبياء ما يمكن أن نتعظ به في مثل هذا الأمر، والعلم عند الله. أثابكم الله شيخنا. قبل أن ندخل إلى موضوع الأنبياء، هناك آية يأتي ذكرها في نهاية أمر الدنيا، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك، هل يفهم من هذه الآية أن هناك من يستثنى من الموت؟ هو ورد أن هناك من يستثنى لكن لم يتحدث، قال بعض العلماء أنهم حملة العرش وإسرافيل وجبرائيل، ومنهم من قال أنهم من ولدان المخلدون والحور العين الذين في الجنة، منهم من قال إنهم الحيايا والعقارب التي في النار لأن النار مخلوقة موجودة، وقيل غير ذلك. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن المسألة فقط لبيان القدرة، نظيره قول الله جل وعلا في أهل السماوات في أهل الجنة والنار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، والعلم عند الله. بعد هذه الإطلالة العامة شيخنا ننتقل إلى خبر الأنبياء، نريد أن نعرج على الأنبياء والموت من حيث الإجمال. من حيث الإجمال الأنبياء يجري عليهم الموت كما يجري على غيرهم، وهذا حررناه آنفا، لكن الأنبياء عليهم السلام يخيرون عند الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند حديث عائشة في الصحيح أن الأنبياء أن النبي عند موته يرى مقعده في الجنة ثم يخير
وهذه خصيصة لغيرهم، والأنبياء خصهم الله جل وعلا بخصائص. قال بعض أهل العلم أولها الوحي، وهذا قلنا فيه نظر لأن رأينا يعني في المسألة هذه فيها نظر، لكن على الإجمال الوحي أعظم خصائص، أعظم خصائص الأنبياء، ومنها أنهم يخيرون عند الموت، دل عليه هذا الحديث حديث عائشة، ومنها أنهم يدفنون حيث يموتون، ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية منها، إذ كان فراشه صلوات الله وسلامه عليه سريره في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يمرض في بيتها بعد أن كان يمرض في بيوت أزواجه، ثم كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، فعلموا أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة فمرض في بيتها ومات بين سحرها ونحرها رضوان الله تعالى عنها وعن أبويها. هذه الثالثة قلنا أنهم يدفنون حيث يموتون، ثم إنهم عليهم السلام الأرض لا تأكل أجسادهم. وفي الحديث رواه الخمسة إلى الترمذي فيما يظهر الآن، قال إذا كان يوم الجمعة أو ليلتها، أو إذا كان ليلة الجمعة ويومها فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. قالوا يا رسول الله كيف تبلغك وقد أرمت، يعني أصبحت رميم، هذا ظنهم لأن أخذوا على الأصل. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومعلوم أن الأرض تأكل من بني آدم أجسادهم إلا عجب الذنب تبقيه، لأنه منه يتكون الخلق مرة أخرى، وهذه قدرة الله، وهو عظم دقيق جدا أسفل الظهر أسفل الصلب، هذا يبقى. فلما ينزل من السماء مطر كأنه مني الرجال ينبتون، كما قال الله جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فتنبت الأجساد من جديد وتخرج الأرواح من مستقرها فتتصل اتصالا آخر، هذا هو الاتصال الثاني وهو الإحياء الجديد. قال الله جل وعلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعود للأنبياء، قلنا إنهم الأرض لا تأكل أجسادهم، كما أن من خصائصهم عليهم السلام أنهم أحياء في قبورهم، وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء أحياء في قبورهم، لكن هذه الحياة لا يصح أن نكيفها نحن كما نشاء ونربطها بالحياة الدنيا ثم نبني عليها ما نبنيها على الحياة الدنيا. يعني لا تأتي تقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، قلناك نعم، لكن لا تجعل هذه الحياة مثل حياة الحياة الدنيا، فتجعل لها من التكاليف والخصائص والمطالب ما للرجل الحي حياة الدنيوية. حياة الأنبياء في قبورهم عليهم السلام حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، بالنسبة لنا هي غيب نؤمن بها من حيث الإجمال، والله جل وعلا يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وإنما هذا يكون بعد الوفاة. أما هم فنحن نؤمن أن لهم حياة برزخية الله أعلم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء في قبورهم يصلون، وقد مر عليهم عليه الصلاة والسلام وعلى أخيه موسى وهو في قبره يصلي قائم يصلي، لكن كيف تلك الصلاة، على أي قبلة، على أي وجه، على أي طريقة، علمها عند ربي، فلا ينبغي التكلف في هذا ولا نبحث عما لم يكلفنا الله جل وعلا به. فالإيمان بالغيبيات يكون عند الوقوف عما انتهى إليه علم الغيب، ولا يتكلفه الإنسان ولا يقيسه، لأن الغيب لا يعرف لا بالتجربة ولا بالنظر ولا بالتأمل، إنما هو غيب يؤمن العبد به كما جاء. قال الله جل وعلا في نعت أوليائه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أمر ثاني. أمر ثالث يتعلق بحياة الأنبياء عليهم بموت الأنبياء عليهم السلام، أن النبي أحد أمرين، إما أن يموت وأمته حية، وإما أن تموت أمته والنبي حي ثم بعد ذلك يموت. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أراد رحمة بعباده قبر نبيها فجعله سلفا وفرطا لها، وهذا كما هو الحال مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام مات قبلنا وأمته حية، سأكمل هذا بعد أن أكمل الحديث. وإذا أراد الله بأمة هلكها أهلكها ونبيها ينظر وهو حي فيرى هلكتها ليقر الله عينه أن كذبوه وعصوه، يعني جزاء على التكذيب جزاء على المعصية، كما حصل لأنبياء الله صالح وشعيب وهود وهذا ونوح، وهذا كله بينه الله جل وعلا في كتابه.
وأن يقول الله جل وعلا في حق نبيه صالح وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال جل وعلا في حق شعيب عليه السلام فأنجيناه. قال تبارك وتعالى وانتظروا إن معكم منتظرون. فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فالمقصود يراهم النبي فتقر عينه أن كذبه وعصوا. هذه الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم سلفا وذخرا لها، ويتحقق بوفاته صلى الله عليه وسلم للأمة أمران، أمر عام وأمر خاص. أما الأمر الخاص فإن فاطمة رضي الله عنها الوحيدة التي كانت باقية من بناته وأبنائه، فهو عليه السلام في ماذا؟ في ميزانها. وأبناؤه وبناته الذين ماتوا في حياته أين؟ في ميزانه. واضح يا صهيب؟ بمعنى صهيب بعيد. هو عليه الصلاة والسلام مات قبلها فصبرت، فأصبح هو عليه السلام وهو هو في ميزان ابنته، في ميزان حسناته، في ميزان حسناته. كما أنه من مات في حياته صلى الله عليه وسلم من أبنائه وبناته هو في ميزانه ميزان. هو عليه الصلاة. وبهذا يثقل ميزان فاطمة. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هي أحمد لكن ضرورة الشعرية جاءت بالضم بناء على الضم بالرفع بالجر على الضم. نعود لما نحن فيه، فهو في هذا الميزان إيش الخاص. الميزان العام أنه عليه الصلاة والسلام في ميزان أمته، ولهذا قال تعزوا عن مصائبكم بوفاتي، يعني وفاة صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة. وقد قال الله عز وجل في سورة يونس قال في حق المؤمنين أن لهم قدم صدق عند ربهم. فسرت بعدة تفسيرات منها وفاته صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندي رأيا مرجوحا لكنه موجود ذكره بعض الأئمة. وإلا الصواب أن العرب تكني باليد عن النعمة وباللسان عن الثناء وبالقدم عن السعي، هذا هو المراد بالآية. يتحرر من هذا كله مسألة قضية الأنبياء وعلاقتهم بالموت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد بيناها ما يتعلق بهم أن هذا من خصائصهم يخيرون عند الموت، والأرض لا تأكل أجسادهم، وأنهم أممهم تختلف من أمة إلى أمة، والعلم عند الله يا أخي الكريم. هذا شيخنا من حيث الإجمال. إذا أردنا أن نخوض من حيث التفصيل نبدأ بآدم عليه السلام. نبدأ بآدم. آدم اتفقنا في اللقاء الأول على أنه نبي مكلم أهبط إلى الأرض، كان منه أن أكل من الشجرة فأهبط إليها، كتب الله عليه الموت حتى يرده إلى الجنة. وهو أبونا ونسبنا الله إليه يا بني آدم. مات آدم بعد أن اشتكى علة وبعث أبناءه ليأتوا له من ثمار الجنة، فخرج أبناؤه فإذا بالملائكة قد نزلوا ومعهم كفن وحنط. الكفن بالفتح لباس الموتى، والحنوط ما يوصل به الميت، يعني يوضع الميت. فلما قابلت الملائكة أبناء آدم قالوا ما تنشدون؟ قالوا إن أبانا اشتكى وسألنا ثمار الجنة. فقالت الملائكة ارجعوا فقد قضي أمر أبيكم، فرجعوا فقبضوا روحه صلوات الله وسلامه عليه، ثم غسلوه وكفنوه وحنطوه، ثم صلوا عليه، ثم حفروا له لحدا، ثم واروه التراب. هذا كله صنيع الملائكة. كله صنيع الملائكة. ثم قالوا لبنيه من بعده هذه سنتكم يا بني آدم. قال الله جل وعلا ثم أماته فأقبره. فأقبره أي جعل له قبرا يوارى فيه. فهذه هي السنة في الميت، يغسل، يكفن، يصلى عليه ويدفن لحدا أو شقا، الأمران جائزان، واللحد أفضل. طوبى لمن صلى قبل أن يصلى عليه، وأنار قبره قبره وأنار قبره قبل أن يدخله،
وأرضى ربه قبل أن يلقاه. والعاقل يسعى في تحصيل الثلاث، يصلي قبل أن يصلى عليه، ويعمل من الصالحات ما ينير له قبره قبل أن يدخله، ويعمل من الصالحات مع الإيمان ما يرضي الله عنه قبل أن يلقى الله. والقبر يسمى التراب الذي حوله رمس، ولهذا يفهم أن اسم رماس وإن شاء عند الناس إلا أن معناه التراب المحيط بالقبر الذي ينبغي أن يرد على القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من هذا البقيع مقبرة لأهل المدينة. والبقيع في اللغة الأرض الرخوة التي لا حجارة فيها، وفي المدينة بقاع كثيرة بهذا الاسم، منها بقيع الخيل تقريبا عند المناخ، لا يوجد هناك حجارة، وبقيع الزبير تعرف أنت من أهل المدينة طريق الخليل بعد المصلحة على اليمين، هناك أرض رخوة، هذه بقيع كذلك. هذا الذي هنا في شرق الحرم بقيع، واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لأهل المدينة، وفيه الكثير من الصحابة، قيل إنه يبلغ 10,000، من أشهرهم أمهات المؤمنين. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على 11 امرأة، وأنه مات عن 9، وأنه كان يقسم ل8، لأن سودة نازلت عن ليلتها لعائشة، وأن هؤلاء 11 امرأة رضوان الله تعالى عليهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم، 2 منهم ليس في البقيع، وهما خديجة، دفنت في مكة في أول الدعوة قبل الهجرة، وميمونة ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها دفنت في سرف، وأنت خارج الآن من مكة إلى المدينة بعد النوارية، قبل التفتيش الذي في الجمهور قبله بكثير، على اليمين هناك قبرها، منطقة يقال لها سرف. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى عليها في هذه المنطقة، يعني دخل عليها في يوم زواجها في هذه المنطقة، وماتت في نفس المكان الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها به، ثم إنها قبضت في نفس المكان ودفنت فيه رضوان الله تعالى عليها. بقينا في 9، بقينا في حفصة وعائشة وسودة وجويرية وصفية وزينب، وزينب الأخرى، مات المؤمنين الباقيات 8، 9 كلهن قبرنا في البقيع، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن ابنها، وعثمان بن مضعون هو أول من قبر المهاجرين، سعد بن معاذ، عبد الرحمن بن عوف، وأسعد بن زرارة، وعثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، والحسن بن علي قناه، هؤلاء أشهر من دفن في البقيع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كثير من الأئمة مثل الإمام مالك، وقبله شيخه نافع مولى بن عمر، وليس قبرهما ببعض ببعيد إلى يومنا هذا. هذا استطراد في قضية القبر لما تكلمنا عن آدم عليه السلام، وأن الله جل وعلا دفن الملائكة دفنته وقالت لبني آدم هذه سنتكم يا بني آدم، وكما قلنا طوبى لعبد أنار قبره قبل أن يدخلها. ترك المظالم، ترك البغي، هذا من أعظم ما يعين العبد على أن يهنأ في قبره. لكن الإنسان إذا باء بمظالم الناس والبغي عليهم، هذا عياذا بالله يكون سببا في الهلاك، ويعجل للعبد فيه العقوبة، وهذا يتأتى كثيرا عياذا بالله لأصحاب القدرة وأصحاب النفوذ المالي وأصحاب الشركات وأمثال ذلك، ممن تحتهم أناس تحت أيديهم يعملون. وقد يقع هذا على مستوى الأفراد، كمن تحته خدم أو سائقين أو عمالة أو أشبه ذلك، أو من كان تحته موظفين،
وغير ذلك عياذا بالله من يتصدى للضعفاء والمساكين ممن لا يملكون حيلة ولا يهتدون سبيلا فينكل بهم ويؤذيهم ويسلبهم حقوقهم ويتكي على أنهم لا يملكون لأنفسهم قدرة. هذا كله عياذا بالله من البغي، وبه تعجل العقوبة ويخشى على صاحبه في القبر عياذا بالله. ننتقل بعد ذلك فيما تبقى لنا من الوقت إلى خبر موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كليم الله، أحد أولي العزم من الرسل، وقد جاء في خبر وفاته عند البخاري أن الله جل وعلا بعث إليه ملك الموت، فيظهر أن ملك الموت جاء في صورة رجل فلم يعرفه موسى ففقع عينه، فعاد الملك إلى ربه يشتكي: إنك قد بعثتني إلى عبد لا يحب الموت. فقال الله عز وجل له: قل له يضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة سنة. فلما أخبره الملك بهذا قال: فما بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن. إلا أنه سأل الله أن يدنيه من الحجر من الأرض المقدسة مقدار رمية حجر، أن يدنيه من الأرض المقدسة مقدار رمية حجر. وبعض الناس في زماننا هذا غفر الله لنا ولهم، بعضهم رد هذا الحديث لغرابة متنه عنده، والصواب أن الحديث صحيح سندا ومتنا، سندا في البخاري ومتنا، أن تخريجه يمكن أن يقال إن موسى لم يعرف ملك الموت، كما أن إبراهيم عليه السلام لم يعرف إسرافيل وجبرائيل وميكال لما أتوه في هيئة أضياف. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في نبأ موسى عليه السلام وخبر وفاته. نستأذنكم شيخنا نأخذ الاتصالات، وإذا تبقى لنا شيء من الوقت نتابع خبر بقية الأنبياء. نأخذ أولا حسين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير جميعا. حياك الله أخي الكريم. مساك الله خير يا شيخ صالح. حياك الله أخي حسين. أولا والله أني أغبط أخ صهيب على مقابلتك يوميا. الله بارك الله فيك. ثانيا شيخ صالح، أنا أحبك في الله، أنا ما عندي والله رسالة ولا شيء، بس نسلم عليك ونتمنى منك الدعاء زيارتنا في أبها طال عمرك. زيارتك أين؟ في أبها. أبشر إن شاء الله. حسين تصغير حسن، وهو اسم سماه النبي صلى الله عليه وسلم لابن علي الثاني، قال بل هو الحسين. نسأل الله أن يبارك فيك وأن يجعلك مباركا، شكر الله لك ولأهل أبها. الله يطول عمرك. شكرا لك أخي الكريم. معنا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بخير يا سؤالي معلش. تفضل. السؤال هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب يعني معروف، الشهادة طيب معلش، يعني الشهادة كل الناس يعني حتى يعني يعرفونها. طيب واضح السؤال. والسؤال الثاني الله بخير، كان يهدي ومجريها، المعنى يختلف ولا لا؟ مرة أخرى ما سمعنا السؤال. يهدي، كلمة يهدي بالقرآن. يهدي نعم. ومجراها نفس النطق يختلف ولا نفس المعنى؟ يعني يختلف معنى يهدي عن يهدي ومجراها عن مجريها و نعم يهدي. طيب واضح. الله يجزاكم كل خير. طيب شكرا لك. طيب ناخذ معنا محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال. الله يهديك. تفضل. السلام عليكم الشيخ. يا هلا حياك الله. كيف الحال؟ طيب ان شاء الله. يا شيخ انا عندي سؤال بالنسبه للعقيقه للطفل الميت. نعم. كم عمره يا محمد؟ والله هو في الشهر شهر بدايه الشهر الاول، الشهر هذا الشهر السابع اتوفى بطن امه. هذا ليس عليها عقيقه. فولدت ولاده عاديه وهو مكتمل كامل يعني. لكنه لم يستهل صارخا. ايوه. يعني ولد ميتا؟ اي ولد ميت وتوفى بطن امه. العقيقه شكر، وهذا يحتاج الى صبر. فلا عقيقة يا أستاذ محمد. طب أسأل الله أن يجعله سلفا وفرطا وذخرا لكما، وأن يثقل به موازين حسناتكما يوم تلقوا له. إن شاء الله. طيب. وهذا يعتبر طير من طير الجنة أو شيء يا شيخ أو شيء؟ إن شاء الله من دعاميس الجنة. ويعتبر شفيع يعتبر لأهله؟ نعم نعم. الله يجزاك. بس في سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. إذا كان الشخص عليه قضاء، يعني امرأة هي زوجتي عليها قضاء ثلاثة أيام من الأيام اللي راحت، السنة اللي راحت، فما قدرت أنها تكمل تقضيها أو نسيتها أو من هذا القبيل. يختلف، إذا كانت سنجيبك في وقتها عشان لا نؤخر من بعدك، أبشر إن شاء الله. طيب. طيب. شكرا لك أخي محمد. طيب نجيب على ما في أحد بعده؟ نجيب. طيب. معنا عبد الرحمن سأل عن عالم الغيب والشهادة. أي هو يعني
لو تضلع في لغة العرب لفهم المراد. عالم الغيب والشهادة المعنى إحاطة علمه بكل شيء، ما يراه الناس وما لا يرونه، وما لا يرونه، ما يشهدونه وما لا يشهدونه، وما لا يشهدونه. واضح؟ يعني المراد سعة علمه تبارك اسمه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم سأل عن كلمة يهدي ومجريها، يونس ومجريها في سورة هود، المعنى واحد. هذه ما لها في مجريها لا يتغير في المعنى شيء. ثم نعود إلى سؤال محمد عن زوجته التي نسيت أن تصوم وبقي عليها قضاء. بالنسبة لمن كان عليها قضاء ولم تقضي، كان يجب عليها أن تقضي قبل رمضان الذي قد. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول: إني لم أكن أقضي ما علي في رمضان من رمضان إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. أيا كان الأمر، فإن كان هذا لمرض أو لعارض أو لمشقة فليس عليها إثم، لكن يلزمها القضاء. وإن كانت أجلت تسويفا فيلزمها القضاء وعليها شيء من الإثم، لكن يلزمها التوبة والاستغفار. وإن كان الإطعام فيه خلاف بين الناس ولا أراه. والنسيان، النسيان في أي النسيان لا يثرب الإنسان عليه، لكن غالبا الإنسان ما ينسى سنة كاملة. يعني لو نسيت تقضي هذا الشهر ما تنسى الشهر الذي بعده، تذكر في الغالب يعني. لأنه ليس شيء أن يفوت، هذا عام كامل. أنا أمل من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، في سورة يوسف تكرر ذكر لفظ المحسنين، يعني أود يعني معرفة يعني الإنسان يود أن يصل لمرتبة المحسنين، كيف يمكنه ذلك؟ نعم. السؤال الثاني، الطفل الصغير إذا توفى وكان واحد هل يشفع لوالديه؟ الطفل الصغير إذا توفى كان واحد يعني نعم. لم يكن اثنين أو ثلاثة نعم. هل يشفع لوالديه يوم القيامة؟ طيب نعم. شكر الله لك. شكرا لك. معنا فتحي. السلام عليكم يا فتحي. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، تفضل. الله يسلمك. الله مساك سيد الشيخ. حياكم الله سيد. الله يطول عمرك. ذكرت البارح أنه تخشى أن يتحول البرنامج إلى برنامج تفسير، فناشدناك الله لا تحرمنا يا شيخ، الله يجزيك كل خير يبارك فيك. الله يخليك. يا سيد الكريم، ذكر الله عز وجل في سورة الصاد قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ من العالين أحد المفسرين ذكر، وبغيت أستفسر منك يا شيخ الله يحفظك، أنه قال من العالين أي أن هناك ملائكة ما سجدوا لآدم، فجبريل ويعني علية الملائكة ما سجدوا لآدم، فإنه قال لإبليس هل استكبرت أم كنت من هؤلاء الملائكة العالين؟ فحبيت أستفسر عن الموضوع. الله يحفظك طول عمرك. طيب شكرا لك أخي. نعم. طيب نجيب على عن تساءلت أمل عن لفظ المحسنين في سورة يوسف وعن معنى الإحسان. نعم، ورد كثيرا إن نراك من المحسنين ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويعني التفات جيد منها. الإحسان في حديث جبريل جاء تعريفه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو مقام عظيم يرتفع الإنسان به يوما بعد يوم، والحصول عليه يتطلب مشقة عظيمة، من أعظمها إخلاص العمل لله جل وعلا والصبر على أذى الخلق، ولا بد من هذين، لأن الدين قائم على أمرين: الإحسان إلى الخلق مع توحيد الله الإله الحق. فمن منع قلبه إخلاصا لله جل وعلا وإجلالا وتعظيما في السر والعلن والغيب والشهادة وأكثر من ذكره وعبده جل وعلا على هذا الطريق، ثم كان منه إحسان إلى الناس، ومن الإحسان إلى الناس الصبر على أذاه وتحمل المشاق والعنت وما يأتيه منهم، أيا كان هذا الذي الطرف، كان جارا، كان زوجا، كان واردا، كان ولدا، كان صديقا، كان عارضا، كان عدوا، أيا كان. فإذا تحمله الإنسان ورزق صبرا على أذى الناس وتحملهم مع الإحسان إليهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فذلك يتعلق به العلاقة مع الله، وهذا يتعلق به العلاقة مع الخلق، هذا يصل إلى درجة الإحسان. وقد رأى السجينان من يوسف عليه السلام ما رأياه من إحسانه إلى الناس وهو في السجن، ونكرانه لذاته وإثاره للخلق في غير معصية الله، حتى ظن به حسنا، فقال له كما قال الله جل وعلا: إن نراك من المحسنين. فهذا مطلب عظيم، نسأل الله أن يعيننا ويعينها والجميع على أن نصل إليه. سأذكركم شيخنا معنا عدنان من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله اخي عدنان، تفضل. كيفك؟ كيفك استاذ صهيب؟ الله يخليك، الحمد لله بخير. الله بخير. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضل اسمعك الشيخ. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله اخ عدنان. والله نشكرك على هذا البرنامج اللطيف. الله يشكر فضلك. ونحاول اكثر من مره نتصل بك ما جان بسبب زحمه الاتصالات. اهان الله اهان الله. الله يوفقك، واللهم ان شاء الله يحفظك لنا ولجميع المسلمين. امين امين. تفضل بسؤالك اخي. الشيخ العفو، بدون يعني ودي استفسر عن حديث ابي الدرداء سبب نزول ايه ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الايه نزلت في سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فتكملت الحديث وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى أكد عليه الرسول ثلاث، فقال رغم أنف أبي الدرداء، فكيف المؤمن أو المسلم يسرق ويزني ويدخل الجنة؟ نود التسجيل في هذا الحديث وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء إن شاء الله. الله يبارك في عمرك. طيب شكرا لك أخي عدنان. ومعنا غانم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخ صهيب؟ حياك الله أخي الكريم. ممكن أكلم الشيخ صالح؟ تفضل اسمعك الشيخ. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله غانم. الله يحييك. الله يا شيخ صالح، ان نحبك في الله. حبك الله واجلك. سبحان الذي قذف في قلوبنا محبته، هذه ان شاء الله من علامات القبول. اللهم امين. اسال الله باحب اسمائه لي واقربها زلفى اليه واعظمها لديه ان يجعلك ان شاء الله من المقبولين. امين امين. عندي يا شيخ صالح سؤالين اذا سمحت وطالب. اما السؤال الاول، ما هو ترتيب الانبياء الزمني؟ يعني من آدم إلى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، تفسير في سورة النون، سورة النور، قال قوله تعالى الله نور السماوات والأرض إلى آخر الآية. نعم. أما الطلب يا شيخ صالح، فأنا أبي تدلني على كتاب في اللغة العربية. أنا توني مبتدئ، يعني ما بكتاب يعني لل. في أي مرحلة دراسية أنت أخي الكريم؟ أنا تخرجت من الثانوية العامة، ولكن التحقت بالكليات العلمية. الكليات العلمية. فاهمك فاهمك. التحقت بالكليات العلمية. نعم. والكليات العلمية ما في كلها دراسة لغة إنجليزية. نعم. لكني في أولى ثانوي كان مدرس الله يجزاه خير ويفيده إن شاء الله، أسسني تأسيس اللغة العربية. من يعني في اولى ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي، هذه يعني عندي اساسيات اللغه العربيه تامه. الحمد لله. الحمد لله. ابشر ابشر. لكن يعني ابشر ابشر. ما في كتب عميقه يعني قويه، ابي كتب يعني للمبتدئين، رغم اني انا متاسس يعني في اللغه، ما عندي كتاب. ابشر. طيب طيب نجيبك. شكرا لك. شاكر لك. يا هلا حبيبي. طيب نجيب امل، سالت عن الطفل الذي يموت واحد. يكون شفيعا ولو كان واحدا. نعم. لكن هذا الحديث الحرزم من النار هذا في الاثنين، لكن نعم. الشفيع أي طفل يموت يكون شفيعا لأبويه. نعم. وسلفا وفرطا لهما، ويلحق بكفالة أبيه إبراهيم في الصالحين. نعم. وإن كان واحدا، نسأل الله أن يعظم الأجر. نعم. ثم سأل فتحي عن سجود الملائكة وإبليس، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال به بعض العلماء، لكن في ظني أن ظاهر القرآن يرده، لأن نعم. الله جل وعلا قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فقول الله جل وعلا كلهم هذا من ألفاظ العموم، أي لم يبقى أحد. وقوله جل وعلا أجمعون أي في وقت واحد. وجاء الاستثناء لإبليس واحد. أجمعون في وقت واحد، ثم جاء الاستثناء لإبليس، وإبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، لكن كان له مقامات عظيمة جعلته في صف الملائكة. أستكبرت أي دخلك الكبر، أم كنت من العالين أي هل لك بينة أخرى أنك من جنس أرقى من جنسه؟ وهذه فهمها إبليس، فلما أجاب قال، ما قال استكبرت، اتكى على الثانية، أنا من العالين وأنت من العالين، قال أنا خير منه، يعني ظن أن خلقه من النار جعله من العالين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمفهوم من قال أن بعض الملائكة لم يسجد، التأمل يدعمه قليلا، لكن الأثر لا يدعمه، خاصة إذا ما قورنت هذه الأمور وبقول الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قد بينا أن كل تعني التعميم، وأجمعون تعني أنهم في وقت واحد. نعم. ثم سؤال عدنان عن حديث أبي الدرداء، وإن زنى وإن سرق. هو حديث أبي ذر، ليس حديث أبي الدرداء. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبشر الناس
فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. فالثالثة قال رغم أن في أبي ذر وكان من ورع أبي ذر رضي الله عنه أنه هو الذي نقل هذا، يعني كان بالإمكان إخفاءها، لكنه كان يقول للناس إني قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم قال لي وإن قال لي رغم أن في أبي ذر. لكن الحديث يعني لا يعظ به كل أحد، وإنما يبين فضيلة التوحيد، وهذا هو المهم. الحديث يجري مجرى بيان فضيلة التوحيد، وإلا الإنسان لا يأمن على نفسه من أي معصية كانت أن تجره إلى وبال ونكاء. فقد أخرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب أكلة أكلها، وطرد إبليس من رحمة الله بسبب امتناعه من السجود. فالإنسان كما نقول دائما يستقدر الله خيرا ويرضين به، ويسأل الله فواتح رحمته، ويستعيد بالله من فجأة نقمته وزوال نعمته. ثم سأل غانم عن ترتيب الأنبياء الزمنية. ترتيب الأنبياء الزمني آدم المشهور، ثم نوح، ثم عاد، ثم ثمود، هذا أشبه بالمقطوع به. ثم يمكن أن يكون شعيب، لكن لا نستطيع أن نجزم. ثم خليل الله جل وعلا إبراهيم، وكنت أرى أن شعيبا يتأخر قليلا. ثم خليل الله جل وعلا إبراهيم، ثم إسماعيل وإسحاق، بعد إسحاق يعقوب، ثم أنبياء بني إسرائيل إلى موسى، ثم من بعد موسى داود وسليمان، ثم بعد داود وسليمان عيسى بن مريم. بقينا في الذين ذكروا متناثرين مثل يونس وأيوب واليسع وذو الكفل، فهؤلاء غالبا ما بين يعقوب ما بين موسى، ما بين يعقوب ما بين موسى، والعلم عند الله. معنا عبد المعين. ألو. تفضل. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا عبد المعين. ممكن تكلم الشيخ؟ تفضل، يسمعك الشيخ. السلام عليكم شيخ. حياك الله عبد المعين، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله نحبك فينا. أحبك الله وأجلك. يا شيخ أنا عندي طلب. تفضل. أبرق مكان في بدايات استقامتي وعندي استفسارات كذا. خذه من الإخوة في الخضلاء. خذ الرقم من الكنترول. ابقى على الخط وتواصل مع الإخوة في الكنترول يعطوك الرقم. طيب. طيب شكرا لك يا عبدالله. عثمان من ليبيا. السلام عليكم. تفضل عثمان تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني محبكم في الله يا أهل البلد الطيب. حياك الله. بارك الله فيك. حبينا نسلم على الشيخ يعني ونحدثه مباشرة فقط يعني. الله يحييك وحيا أهل ليبيا. إنا نحبك في الله والله، وأتمنى أن نراك في بلدنا قريبا يعني. بإذن الله بإذن الله. جزاكم الله عنا كل خير. شكرا يا أخي الكريم. طيب. شكرا الله لك. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أخي عثمان. نعود شيخنا لسؤال غانم. سأل عن تفسير آية النور، الله نور السماوات والأرض. الله جل وعلا قال وقوله الحق، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، يضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. والحديث فيها مستفيض، فصلته في شريط أضعت اسمه الآن، لكن أظنه تعلق بالقرآن، أهل الله وخاصته. أهل الله وخاصته. لكن من حيث الإجمال الله نور، وهو موجود في موقعكم شيخ. أيه. الله جل وعلا نور، كلامه نور، كتابه نور، ورسوله نور، ودينه نور، والإيمان نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده. قول الله جل وعلا نور على نور، نور الإيمان مع نور الفطرة، نور الإيمان مع نور الفطرة، ويشمل نور الإيمان الوحي والتنزيل مع نور الفطرة. والمشكاة الكوة التي في الجدار التي لو وضعت فيها ضوءا اجتمع، لأنها ليست مفتوحة، فالكوة تحصر. فقلب المؤمن مثل الكوة التي في الجدار، فإذا وضع فيها نور شع فيها واجتمع وتلألأ. كذلك الأصل أن الله جل وعلا خلق الناس على الفطرة. قال أصدق القائلين فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وفي الخبر أن المسلم يقول إذا أصبح أصبحنا على فطرة الإسلام ودين نبينا، أصبحنا على كلمة الإخلاص، فطرة الإسلام ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالمقصود فطر الله جل وعلا الخلق على طاعته، فإذا اجتمع مع هذا الإيمان والعمل الصالح ونور الوحيين أضحى الأمر كما قال الله نور على نور.
ثم قال ربنا يهدي الله لنوره من يشاء وقد بينا أن الهداية كلها بيد الله. أنا أجيب من حيث الإجمال مراعاة للوقت. نعم. ثم طلب أن تدلوا على كتاب في اللغة العربية وقد بين حاله أنه أتقن ما درسه في الثانوية. أي نعم، أنا قلت يعني ممكن لو زاد جامع الدروس العربية للغلاييني النحو الكامل لمجموعة من المؤلفين، الكامل للمبرد في الأدب، كامل للمبرد العقد الفريد، لو أخذ كتاب الكامل في التاريخ يقرأ في التاريخ كذلك، هذه كلها بمجموعها يقرأ لبعض الكتاب المبرزين. ولو لو يكن بعضهم يعني علما في الهدى مثل مصطفى لطفي المنفلوطي في النظرات والعبرات وغيرها، فيتعلم يعني قضية الأسلوب، عيون الأخبار لابن قتيبة، يقرأ بعض الشروح للمعلقات العشر. أنا أنصحه أن يذهب إلى المكتبة العربية، يأتي لقسم اللغة العربية، يختار بعض الشروح على الدواوين، يقرأ شرح البرقوقي على للمتنبي، ويأخذ الكتب التي وصيناها بالأول، قضية النحو الكامل، جامع الدروس العربية، يأخذ العقد الفريد أمثالها، ثم يقرأ بكثرة ونهم، ستفتح له أبواب، وأرجو الله أن يزيده توفيقا. طيب أثابكم الله شيخنا، بقي معنا 5 دقائق نتم فيها. بقي شيء من الأسئلة ولا؟ لا، انتهينا من الأسئلة، بقي معنا في الأنبياء داود وسليمان وزكريا، ما شئتم من إذا نجعل داود وزكريا وسليمان غدا. بقي معنا 5 دقائق. نبدأ بيوسف. نبدأ بيوسف. نبدأ بيوسف ونجعل هؤلاء الثلاثة المباركين عليهم السلام غدا إن شاء الله. يوسف عليه السلام دخل أرض مصر رقيقا. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، فحفظ الوفاء. الأحرار مر معنا هذا، الكلمة يعني تبقى في أذنهم، الله يقول متعيها أذن واعية. فلما دعته امرأة العزيز إلى نفسها قال ما هذا الله إنه ربي أحسن مثواي، لأنه قال في الأول أكرمي مثواه، ربي هنا يعني سيده. هذا عليه السلام جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أعرابي في الطريق فأطعمه، فقال له عليه الصلاة والسلام ائتنا تعاهدنا، يعني يريد أن يكافئه على صنيعه. فأضحى ألمت بالعربية حاجة، قدم المدينة. فلما قدم المدينة وأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عربي سلني حاجتك. قال يا رسول الله أسألك ناقة، قال وأعنزا يحلبها أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام عجز هذا الأعرابي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، هذا تشويق. فقال الصحابة رضوان الله عليهم وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال إن يوسف إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج بأرض ببني إسرائيل من أرض مصر ضل الطريق بقدر الله، فقال من يدلني؟ فقالت امرأة، فقال له علماء بني إسرائيل إن يوسف عليه السلام أوصانا أن لا نخرج من أرض مصر إلا نأخذ عظامه معنا، عظامه يعني جثته، من باب إطراق الجزء وإرادة الكل، لأنه قد استقر أن الأنبياء الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. قال ومن يدلني على قبر يوسف؟ قال لا تعرف قبر يوسف في أرض مصر إلا عجوز في بني إسرائيل. فجاء بالعجوز فسألها عن قبر يوسف، قالت حتى تعطيني حكمي أي شرطي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون مرافقتك في الجنة. فكأن موسى توقف في هذا فألحت عليه فأجاب، فدلته على ماء، فلما نضب الماء وإذا بي عظام يوسف أخذوها معه، يعني قبر يوسف وأخذوه معه. فهذا فيه شيء من الدلالة على أن يوسف عليه السلام كان حريصا على أن يدفن في الأرض، في الأرض المقدسة، لأنه كان يعلم أنهم سيخرجون من أرض مصر على صحة الخبر. الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة، لكن عرفنا قضية الشأن، الفرق ما بين هذا الأعرابي الذي تكلم ببساطة وقال أعنزني يحلبها أهلي، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ربيعة بن كعب الأسلمي يخدمه قال له يا ربيعة سلني حاجتك، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فنحن لا ندري هل ربيعة وعظ هذا وأخذه من خبر العجوز أو أنه كان هذا قبله ففقهه بنفسه محبة أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذا كله بالإجمال يدل على نبأ وفاة يوسف عليه السلام، ويوسف هو الذي كان سببا في دخول بني إسرائيل إلى أرض مصر عليه السلام ثم خرج منها. وأين دفن بعد ذلك لا أدري، لكنه ظاهر الحديث أنه أخرج من أرض مصر. وقد مر معنا أن موسى سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة
مقدار رمية حجر، لأن بني إسرائيل لما مات موسى عليه السلام وقبله هارون كانوا في أرض التيه. احنا في آدم قيل إنه دفن عند الجبل في الهند، مكان الذي نزل فيه، وقيل إنه دفن عند جبل أبي قبيس، وقيل إن عمره كان 1000 عام، لكن كل هذا يعني مما يقبل نقله لا اعتقاده، والعلم عند الله. أثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا. أيها المشاهدون الكرام، كان هذا ختام حلقتنا، وفي الغد بإذن الله نتابع في موضوع الأنبياء وسنة الموت في الخلق. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.